سيسكو الشرق الأوسط أطلقت تقريرا يتناول أهمية التحول الرقمي في تطوير وبناء الدول. وتناول التقرير دولة الإمارات كنموذج ناجح لتسريع عمليات التحول الرقمي لما تتميز به من بنية تحتية فعالة. إذن المزيد في تقرير الزميل محمد تركي نتابع. التحول الرقمي هو التحول في طريقة العمل اليومية ليتم استغلال التطور التكنولوجي في خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل. فبحلول عام 2022 وبحسب تقرير لسيسكو الشرق الأوسط سيكون 32% من سكان الكرة الأرضية مستخدمي إنترنت، وسوف تعادل حركة البيانات على الإنترنت في الشرق الأوسط عام 2022 أكثر من 1000 ضعف حجمها بالكامل عام 2005. أما حركة بيانات الهواتف النقالة فستنمو بمعدل 9 أضعاف من 2017 إلى 2022، أي بنسبة نمو سنوية تبلغ 56%. عملية التحول الرقمي عالميا متوقع أنها تضفي قيمة اقتصادية تتجاوز 19 تريليون دولار خلال 10 سنوات القادمة. وكون الإمارات أحد الدول الرائدة في عملية التحول الرقمي، فإحنا وقعنا هالاتفاقية مع الإمارات، وذلك لاستعمال عملية التحول الرقمي والتأكيد من فعالية هذا التحول وحدوثه بسرعة كبيرة، مما سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار داعمة للأعمال الناشئة تستخرج وظائف جديدة متعلقة بعملية التحول الرقمي، وكل ذلك في إطار زيادة النمو الإنتاج القومي. برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات يشمل العديد من المبادرات المتكاملة مع تطور الدولة ونموها وتحولها. وهنا برهنت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على أنها تقنيات تساعد البشر في مهماتهم دون أن تصبح بديلا عنهم. وتتوقع سيسكو أن تسهم عدة عوامل رئيسية في إحداث تغييرات جديدة ومشوقة هذا العام على نماذج الأعمال القائمة. سيكون هناك استخدام مضطرد لبعض التقنيات الناشئة واللي راح تعطينا بعض التغيرات الجديدة والمشوقة في عملية حركة البيانات عبر الإنترنت. أحد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلات والبلوكتشين، كذلك الاستعمال الحقيقي المتوقع في 2019 لبعض التكنولوجيا مثل هي الاتصال اللاسلكي، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والواي فاي 6، ستجعل من الممكن الخروج بنظم جديدة. المحافظة على الأمن بصورة متزايدة يعد ركيزة أساسية لممارسة الأعمال، ولهذا تعيد الشركات دراسة بنى شبكاتها في عصر الرقمنة، وهي تدرك أنها بحاجة إلى شبكة تتصف بالأتمتة الشاملة وبإمكانها أن تتوقع إجراءات وأهداف لضبط ذاتها في الوضع الأمثل مع قدراتها على التعلم وإصلاح ذاتها عند الحاجة. نعود في كل مرة للحديث عن القرصنة الرقمية التي باتت تهدد تفاصيل حياتنا اليومية كلما لجأنا إلى الشبكة العنكبوتية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلوماتنا البنكية. حول البصمة الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية يحضر معنا السيد جابي أبي عاد، مدير مبيعات البرمجيات للشرق الأوسط وباكستان في شركة NCR. أهلا وسهلا فيك. يا اهلا ومرحبا وصبحك الله بالخير. اهلا فيكم وشكرا. هذا المعلومات الرقميه هذه موسوعه كامله، احنا نحب نسولف عنها دائما في دبي الصباح، ودائما تتجدد، فدائما لازم نستضيف مختصين في هذا المجال عشان نعرف شو اخر التطورات. خلينا نقول على طاري اخر التطورات، وش هي اخر التطورات البنكيه او الرقميه في البنك او في البنوك؟ البنوك عامة حاليا عم بتمر بمرحلة تحول رقمي مثل ما بيقولوا، يلي عم بيصير انه البنوك عم بتحاول انه تدي خدمة للعميل اسرع اسهل ومتعددة القنوات. شو يعني؟ يعني تسمح للعميل تبعها انه يخلص معاملته عبر اي قناة هو حابب يخلصها عليه حسب الوقت. يعني في بعض البنوك بتقول انه مثلا بدنا نخلي كل المعاملات على الجوال على الموبايل، نعم، ولكن ممكن العميل اليوم الساعة 6 المساء حابب يخلص المعاملة على الجوال، بس ممكن خلال ساعات العمل يفضل يخلص المعاملة عن طريق اللابتوب تبعه مثلا او الكمبيوتر او الحاسوب وليس الجوال لانه اسهل له. وبالتالي عم بتشوفوا انه البنوك عم تتجه نحو تغيير او تحويل تجربة
يلي عم بيدوها للعملاء أو المستهلك إلى تجربة متعددة القنوات وسهلة وسريعة جدا. نعم. طيب شو هي خطورة القرصنة الإلكترونية على عملية الشراء الإلكتروني؟ هلا لابد انه لما نتحول الى مجال رقمي في عندك بتجي قصة القرصنة. نعم. القرصنة على اشكال وانواع طبعا. مثلا القرصنة على الصراف الآلي تبع البنوك بتتم على مجال قراءة الشريط الممغنط مثلا. نعم. تاع الكارت لما تحطيه او تدخليه داخل الماكينة. هذه مشكلة، ولكن في عندك أساليب أو طرق للدفاع. نعم. عن هذه المخاطر خلينا نقول أو محاولة القرصنة. القرصنة ممكن تكون مثلا في مواقع الإنترنت التواصل. نعم. أو الإنترنت، فممكن مثلا أنت عم تدخلي معلوماتك، معلومات. نعم. البطاقة الائتمان. نعم. أو غيرها، ممكن هذه المعلومات تسرق لاحقا، مش. نعم. ضروري بنفس الوقت، تسرق لاحقا من الداتا بيس، تبقى في السيستم او تبقى في النظام، تبقى في نظام. نعم. ما خلينا نقول. نعم. عند البوابه نفسها او الموقع يلي عم بيبيع مثلا مشتقات او لغيرها او السلع. فمجال القرصنه مجال واسع وكبير، والمخاطر موجوده بكذا نقطه خلينا نقول. نعم. خلال الشراء، ولكن لتجنب هذا الشيء في عندك طرق كثيرة. نعم. مثلا لما تكوني على موقع إلكتروني أو أونلاين على الإنترنت، أول شيء المستهلك لازم ينظر له هو قديش الموقع، كم هو موثوق به. نعم. فإحنا كلنا بنعرف مثلا سوق وسوق دوت كوم، أمازون دوت كوم. نعم. وغيرها، ومنوثق فيها. معناته هذه الشركات عندها فرق عمل كبيرة لتهتم بحفظ المعلومات وسرية المعلومات وتشفير المعلومات وغيرها وغيرها وغيرها. فأول شيء بتنظري له هو مصداقية الموقع. نعم. نفسه. الشيء الثاني والسهل اللي بننظر له هو بالعنوان تبع الموقع. مثلا عندك يبتدي كله بيبتدي بHTTP. نعم. Yeah. الحين لما في عندك أي معلومة شخصية أو سرية بدك تتداوليها أونلاين، بيهمك إنه هالمعلومة تكون مشفرة. نعم. بين الحاسوب تبعك أو الجوال لنظام هذه الشركة مثلا. لا تعرفي إذا مشفرة ولا لا، بدك تنظري للعنوان نفسه يكون HTTPS، هذا المينيموم زي ما بيقولوا أو أقل شيء. HTTPS بيكون لونه أخضر حتى. والأس ترمز لشو؟ Secure. بالضبط. نعم. فبتصير المعلومات اللي أنت عم تداوليها أونلاين مشفرة. نعم. فنوثق في هذه الحالة. يعني إحدى الإشارات خلينا نقول. نعم. طيب أستاذ باقي، خلينا نقول ما هي البصمة الرقمية اللي هي البيومتريك. أيوة. طيب هي دورها البيومتريك إن هي كيف تخفف الخوف عند العميل أو المستهلك. تمام. هلأ اليوم نحن كلنا معودين أو معتدين على كلمة سر أو رقم سري. على الصراف الآلي بتدخل بطاقة رقم السري، على الإيميل بتدخل اليوزر نيم والرقم كلمة السر. كلمة السر ممكن خلينا نقول إنه تنسخ أو ينعرف أو ينعاد، شو بيقولوا، عدم تشفيره خلينا نقول. بطرق معينة طبعا صعبة، ولكن لما نروح للبصمة الإلكترونية أو البيومتريك اللي هي ممكن تكون بصمة الإصبع، بصمة العين، بصمة كف اليد وغيرها وغيرها وغيرها، أصعب بكتير أنه خلينا نقول تقرصن. ليش؟ لأنه إذا أنت رحت مثلا خلينا نأخذ الصراف الآلي، وبدل من أنه تدخل بطاقتك والرقم السري بتدخل بصمتك. نعم. لحتى شخص يقرصن هالشي او ينسخ هالشي بده يجيب اصبعك نفسه. بالضبط. فاصعب بكثير انه تقرصن. واليوم عم نشوف توجه حتى في مجال الانترنت الى بيسموها بالانجليزي passwordless، يعني كلمة السر، الى اخفاء او نخلص من كلمة السر، وعم بيصير في عندك توجه تجاه البيومتريك أو البصمة الإلكترونية. من هون بتشوفوا أنه ممكن تبتدوا على الموبايل، تعودنا اليوم على سامسونج باي أو أبل باي،
انه نبصم يا اما بصمه الوجه او بصمه الاصبع علشان نعرف عن حالنا ويصير في مصادقه مثل ما بيقولوا مصادقه او اوثنتيكيشن بالانجليزي وبعدين تكملوا المعامله او حتى بتستخدموا هالنوع المصادقه للدفع يعني اليوم انا بسامسونج باي انا احمل جوال سامسونج باي سامسونج ممكن حتى استخدم سامسونج باي وبصمتي بصمه الاصبع مثلا لاجراء عمليه شراء مش اونلاين مثلا بس ممكن في الكافيهات المتاجر أو إذن سيد قابي أبي عاد مدير مبيعات البرمجيات للشرق الأوسط وباكستان في شركة NCR شكرا جزيلا لك شكرا لك.